السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أهلا بيكم وحلقة جديدة من هدى للمتقين. كان المفترض أنه أكمل معاكم في تفسير أول الربع الثاني من سورة البقرة، من قول الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. لكن الحلقة بتاعت النهاردة، بما إن بنتكلم عن تفسير القرآن، فكان فيه لغط حصل الأيام اللي فاتت عن إنه القرآن الكريم نزل على 7 أحرف وخرج علينا واحد مش عارف يعني إيه 7 أحرف. المصيبة إنه محسوب على المثقفين، فبما إنه مش فاهم يعني إيه 7 أحرف، لأنه بيقولوا إنه إحنا أخذنا حرف واحد بس من الأحرف 7، فتفسير القرآن غلط. الكلام ده خطير جدا، لأنه بيدمر القرآن، يعني بيشكك في القرآن ذاته. التشكيك قبل كده كان في الحديث وفي سيدنا البخاري وفي سيدنا الإمام مسلم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دلوقتي التشكيك بقى في القرآن نفسه بقى. فطلع كده تسلطن على الهوى وأظهر الجهل اللي ملوش مثيل. وبما إن احنا بنفسر قرآن، فلازم أنا وحضراتكم نفهم الكلام ده، لأنه خطورة الكلام ده إيه؟ إن ممكن ابني وابنك وابنك يقول لك: أنا سمعت إن حد في التلفزيون في برنامج كبير كده وبيطلع وشافوا ناس كتير بيقول إن القرآن نزل على 7 أحرف وإحنا أخدنا حرف واحد وسبنا باقي الأحرف، وهو مش فاهم حاجة خالص 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 خالص. إيه حكاية نزل القرآن على 7 أحرف؟ بهدوء كده وببساطة عشان اللي مش عارف يعرف. تعالوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل. يبقى مين اللي علم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القراءة؟ سيدنا جبريل. أقرأني جبريل على حرف فراجعته. فراجعته يعني إيه؟ يعني طلبت منه زيادة. يبقى القرآن في بدايته نزل على حرف واحد، وإحنا هنقول معنى الأحرف دلوقتي، بس خلوني أبدأ بالحديث ده. أقرأني جبريل على حرف فراجعته فزادني، فلم أزل أستزيده. يعني النبي طلب زيادة كمان، فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى نزل أو حتى انتهى على 7 أحرف. حديث متفق عليه. إيه معنى الأحرف 7؟ أحسن الأقوال اللي قيلت في معناها إن هي 7 أوجه من القراءة. 7 إيه؟ 7 أوجه من القراءة. 7 أوجه دول تختلف القراءة باللفظ، يعني ممكن يتكتب بشكل ويتقرأ بشكل بس المعنى واحد، وقد يقرأ بشكل يعني يكتب بشكل والمعنى يختلف. فالاختلاف ده مش من باب التضاد والتعارض، لا، ده هو من باب التنوع والإثراء. معنى حرف في اللغة يعني وجه،
حرف يعني وجه يعني طريق. قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هذه الآية في سورة الحج الآية رقم 11. طيب ممكن تبين لنا معنى الأحرف؟ هو بعض العلماء بيقول إن معنى الأحرف يعني لغات العرب، بس ده كلام مش صحيح. خلي بالكوا بقى، لغات العرب مش هي الأحرف. ليه؟ في حديث سيدنا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم، يبقى في اتنين هم عمر بن الخطاب، ركزوا في الأسماء كويس، عمر بن الخطاب واحد تاني اسمه هشام ابن حكيم. هشام ابن حكيم كان بيقرأ سورة من سور القرآن اسمها سورة الفرقان، فكان هشام يقرأ هذه السورة على غير ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمر. فعمر بيقول فكدت أن أعجل به أو أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، سبت لحد ما كمل القراءة ثم لببته بردائه، يعني مسكته من الرداء بتاعه من هنا كده، فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها أو على غير ما أقرأتنيها، أنا سمعت بيقرأ بشكل غير اللي انت علمتني إياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اترك اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. ده كلام مين؟ كلام سيدنا عمر بيقول سمعت بيقرأ بنفس الطريقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هكذا أنزلت، هكذا إيه؟ أنزلت. ثم قال رسول الله يا عمر اقرأ، فقرأ عمر بالطريقة التي كان قد تعلمها من رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. إن القرآن أو إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. الحديث ده حديث متفق عليه. الحديث ده معناه إيه؟ هشام يا جماعة ده من قريش، وعمر من قريش، وقريش ملهاش إلا لغة واحدة، فلو كان اختلاف الأحرف اختلاف في اللغات ما كانش هشام هيقرأ بطريقة وعمر يقرأ بطريقة، لأن هما الاتنين من قريش اللي القرآن نزل بلغتهم. العلماء ذكروا حوالي 40 قول ماشي في مسألة أحرف، لكن أرجح الآراء الطريقة ماشي. إحنا عندنا قراء سبعة، كم قارئ؟ قراء سبعة، واحد اسمه نافع المدني وابن كثير المكي وعاصم الكوفي وحمزة الزيات والكساء الكوفي وأبي عمرو ابن العلاء البصري وعبد الله ابن عامر الشامي، أقواهم في السند نافع وعاصم، أفصحهم أبو عمرو والكسائي، يروي عن نافع ورش وقالون، ويروي عن عاصم حفص وشعبة. إيه معنى الأحرف السبعة؟ علشان خاطر أنا عايز أتعلم الأحرف السبعة، كلام صعب وكلام علمي بس تحتم علي وعليكم إن إحنا نتعلمه علشان نرد على الجهلة اللي طلعوا مش فاهمين يعني إيه سبعة أحرف، وللأسف الشديد بيدعوا العلم.
الأول معنى الأحرف السبعة فيه عندي في القراءة اختلاف الأسماء في القرآن الكريم من حيث الإفراد والتثنية والجمع. يعني إيه؟ أنا عندي كلمة ممكن تيجي مفرد وممكن تيجي مثنى وممكن تيجي جمع وممكن تيجي مذكر وممكن تيجي مؤنث. هات لي مثال. عندنا سورة اسمها سورة المؤمنون فيها قول الله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الآية كلها على بعضها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الآية دي من سورة المؤمنون من رقم 8. قرئ لأماناتهم. أماناتهم جمع ولا إفراد؟ جمع. قرئ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. جاءت بالإفراد. يبقى دي حرف من الأحرف السبعة. اختلاف الكلمة من حيث الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. عرفنا حرف من الأحرف السبعة. طيب أدي حرف، فهمتوا يعني إيه حرف؟ طريقة، اختلاف تذكير تأنيث إفراد تثنية جمع في الكلمة الواحدة. الثاني اختلاف تصريف الأفعال، ماضي مضارع أمر. مش القرآن فيه كلمات والكلمات دي ممكن تيجي أسماء أو ممكن تيجي أفعال؟ أسماء قلنا إنها ممكن تيجي مذكر ومؤنث، تيجي مفرد ومثنى وجمع. الأفعال ممكن تيجي ماضي مضارع أمر. زي إيه؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. هذه الآية في سورة سبأ رقم 19. قرئ بنصب ربنا. نصب يعني إيه؟ يعني عليها فتحة. ليه؟ لأنه منادى. ماشي؟ وباعد فعل أمر. وقرئ وقالوا ربنا بعد. ربنا برفع رب على إنه مبتدأ. وقالوا ربنا بعد بين أسفارنا. ربنا جاءت مرفوعة على إن هي مبتدأ، واخدين بالكم؟ بعد جاءت فعل ماضي مضاعف العين، بعد جملته خبر. عرفنا الطريقة التانية؟ الطريقة التالتة أو الحرف التالت، اختلاف وجوه الإعراب. اللي بيدعي أنه مثقف والله ما تعرف حاجة في الثقافة يا راجل. رايح تلعب في ملعب القرآن؟ طب روح اتعلم. اختلاف وجوه الإعراب زيه زي إيه؟ قال الله تعالى في سورة البقرة أطول آية في القرآن 282، ولا يضار كاتب ولا شهيد. قرئ بفتح الراء ولا يضار كاتب، وقرئ بضمها ولا يضار كاتب. طيب ولا يضار كاتب بالفتح على إن لا ناهية، الفعل مجزوم بعدها، الفتحة الملحوظة في الراء هي فتحة إضغام مثلين.
أما إذا جاءت بالضم ولا يضار كاتب، الضم فعل إني لا ليست ناهية بل نافية، فالفعل مرفوع بعد لا النافية. الحرف رقم 4، الاختلاف بالنقص والزيادة، زي ربنا ما قال في سورة الليل: وما خلق الذكر والأنثى. الآية دي رقم 3 قرئت بهذا اللفظ، وقرئ أيضا والذكر والأنثى بحذف كلمتي ما خلق. ماشي، تعالوا كده نقف مع الآيات دي كده بتاعت سورة الليل دي: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. مش هم دول التلات آيات؟ هي الآية التالتة دي بقى. طيب قرئ بإيه بقى؟ حرف اهي: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. مفيش وما خلق الذكر والأنثى، مفيش وما خلق، دي قراءة حرف من الأحرف. الوجه ده اسمه إيه؟ الإبدال، الحذف. ممكن قراءة فيها الكلمة دي مش موجودة، ده معنى حرف. طب ده الحرف رقم كام؟ رقم 4. الحرف رقم 5، الاختلاف بالتقديم والتأخير، زي قول الله عز وجل في سورة قاف: وجاءت سكرة الموت بالحق. التقديم والتأخير، طب فين هنا؟ قرئ: وجاءت سكرة الحق بالموت. ده الحرف رقم كام؟ رقم 5، تقديم وتأخير، قراءة صحيحة ومتواترة. الحرف رقم 6، الاختلاف بالإبدال، زي إيه؟ في سورة البقرة الآية رقم 259: وانظر إلى العظام كيف ننشزها. بالزاي، ننشزها بالزاي. قرئ: وانظر إلى العظام كيف ننشرها بالراء مش بالزاي. الحرف رقم 7، وهو اللي صاحبنا اختزل كل أحرف القرآن فيها، اللي هو اختلاف اللغات واللهجات، زي الفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإظهار والإضغام إلى آخر هذه الأشياء، زي قول الله عز وجل في سورة القيامة: بلى قادرين. قرئ بالفتح والإمالة: بلى قادرين. هذه هي معنى الأحرف السبع. صاحبنا حط رقبته تحتينا ووقع في ملعب ما بيرحمش، لأنه الملعب بتاع القرآن. صدق الله العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ده تطاول على القرآن الكريم، كان من واجبي ومن العلم والأدب اللي احنا تربينا عليه واللي احنا تعلمنا عليه، إنه أي واحد يقع في كتاب الله عز وجل، يخطئ في كتاب الله عز وجل، يروح يشرح حاجة والله العظيم غلط، صعبان عليه، والله صعبان عليه، والله يا يوسف يا زيدان انت صعبان عليه. واللي أكتر صعبان عليه أكتر منك عمورة، عمورة اللي استضافك، لأنه إيه؟ كان مطنطن ومشهيص على الآخر معاك، ومعتقد إنه فعلا إحنا اكتفينا بحرف واحد، يعني بلغة واحدة، وكل تفسيرات القرآن غلط علشان تفسر باللغة دي. عمورة والله والله غلط، ما ينفعش. كان لازم كده إيه؟ تجيب حد متخصص بالحق بالفعل في الثقافة القرآنية وبعلم القرآن. يا راجل يا راجل، ده احنا بلد القرآن الكريم. ايه؟ نعم والله، نزل القرآن في مكة
لكنه قرئ بمصر يا عمورة، ألم تسمع هذه من قبل؟ أنا والله بدلعك، لأنه ما فيش خصومة بيني وبينك، هي خصومة علمية مش خصومة شخصية. لما يحصل خطأ أرد عليه بالعلم مش بالتحيز، مش عشان أنا بكره فلان أو بحب فلان أقبل منه أو ما أقبلش، لا، العلم هو اللي بيمشي على رقابنا جميعا. نزل القرآن الكريم في مكة المكرمة وقرئ بمصر وكتب بالشام، فخلي بالك أنه أنتوا لعبتوا في ملعب صعب جدا جدا جدا، وهو إيه؟ وهو أن أنتوا بتشرحوا للناس حاجات والله صعبانين عليا أنتوا الاثنين، والله صعبانين عليا أنتوا الاثنين، أن أنتوا تشرحوا للناس حاجة غلط غلط ملهاش علاقة خالص، ملهاش علاقة بالعلم لا من قريب ولا من بعيد. القرآن الكريم نزل، مين اللي كتب القرآن يا جماعة؟ مين اللي كتب القرآن؟ هو قال إن القرآن ده بعرفش مين اللي كتبه، حاجة كده، حاجة تخليك تبقى قاعد مكسوف، مكسوف إن عندنا مثقف في مصر بهذه الثقافة الضحلة، والكارثة إنه يتعرض له برنامج كبير قوي يقعد مطنطن كده ومشهيص وقاعد خبوا المصايب دي، مصايب والله، خبوا البلاوي دي عشان ما تفضحوناش، الله يرضى عنكم ويصلح حالنا، خبوا الحاجات دي ما تظهروهاش، ده عيب والله، دي سوءة علمية كبيرة خالص. اللي كتب القرآن الكريم سيدنا زيد ابن ثابت، هو اللي كتب القرآن الكريم. كتبه ازاي؟ كتبه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لما الآية تنزل احفظوا ده قرآن، اللي كتب القرآن واحد اسمه ثابت، زيد بن ثابت. فلما سيدنا زيد بن ثابت يكتب القرآن وراء النبي صلى الله عليه وسلم ظل الحال على ما هو عليه، وكان مكتوب في السعف بتاع النخل والرقاع ووريقات متفرقة، ظل الحال على ما هو عليه لحد ما جه سيدنا أبو بكر، فجمع سيدنا أبو بكر القرآن في مصحف واحد، يعني جمع الرقاع والسعف بتاع النخل اللي كان مكتوب عليه القرآن الكريم ده، جمعوها كلها حطها في مصحف واحد. لما سيدنا أبو بكر مات جه بعد منه سيدنا عمر، فضل معاه الكتاب اللي سيدنا اللي هو القرآن ده هو اللي سيدنا أبو بكر جمعه، فضل مع سيدنا عمر لحد سيدنا عمر ما وقع شهيد في المحراب. فالمصحف ده راح فين بعد كده؟ راح فين بعد كده؟ المصحف ده راح لستنا حفصة بنت سيدنا عمر، ثم وصلت مقاليد الحكم إلى سيدنا عثمان ابن عفان. فلما وصل المصحف ده لسيدنا عثمان كانت الأمصار كل يعني الأمصار يعني البلاد، يعني البلاد كان كل بلد فيه مصحف مكتوب، وكان المصحف ده البلد دي كانت بتقرأ القرآن بأصح رواية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما الإسلام انتشر في كل مكان والبقاع والأمصار تفرقت بقى، فخيف على القرآن الكريم من أن يحدث فيه تحريف، وربنا بيقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجه سيدنا عثمان قال إحنا عايزين نجمع كل المصاحف اللي موجودة في كل الأماكن دي وفي كل البلاد، ونراجع المصاحف دي ونطبع مصحف واحد يتفق ويشتمل على هذه الأحرف السبعة. فجاب سيدنا مين؟ سيدنا زيد بن ثابت اللي كان بيكتب القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي. وكان سيدنا زيد من كتاب الوحي، لأن سيدنا عثمان بن عفان كان أيضا من كتاب الوحي، يعني سيدنا عثمان نفسه كان من كتبة الوحي، كان يكتب الوحي وراء رسول الله. عشان كده لما جه سيدنا عثمان المنحرف الضال اللي قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لما جه يضرب سيدنا عثمان بالسيف، سيدنا عثمان رفع إيده عشان يتفادى الضربة بالسيف ما تنزلش على رأس سيدنا عثمان، فقطعت إيد سيدنا عثمان، السيف قطع إيد سيدنا عثمان، ففضلت إيد سيدنا عثمان شبط على حتة لحمة بسيطة جدا. فلما فعل بسيدنا عثمان الراجل، مش راجل، ما هو ليس رجلا، هذا المنحرف الضال،
لما فعل بسيدنا عثمان ما فعل، سيدنا عثمان نظر إلى يده لما قطعت وقال سبحان الله، تضرب هذه الكف وهي أول كف كتبت المفصل من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عثمان كان من كتبة الوحي. سيدنا عثمان جاب مين؟ جاب سيدنا زيد ابن ثابت وقال له نكتب بقى إيه المصحف على أن يكتب بلغة تشتمل هذه اللغة جميع الأحرف اللي نزل بها القرآن، اللي هي السبع أحرف اللي نزل بها القرآن، وحتى لا يحدث أي تحريف في القرآن الكريم. فهمته يعني إيه؟ لأنه هو بيقول لك ده المصحف العثماني، ده معرفش مين، ده عثمان الخطاط اللي كتب القرآن. يا عم عثمان الخطاط ده يا جاهل، عثمان الخطاط ده كتب المصحف في الخمسينيات أو الستينيات. إنما احنا نتكلم في سيدنا عثمان بن عفان الذي جاء بسيدنا زيد وكتب المصحف وقام بإحراق جميع المصاحف الموجودة اللي كانت مخالفة حتى لا يحدث اختلاف في القرآن الكريم، وحتى لا يضيع القرآن الكريم بهذه الصورة. والفتنة وقعت وماتت تماما بعد كتابة مصحف سيدنا عثمان اللي كتبه سيدنا زيد بن ثابت. خلوني أسمع اتصالاتكم بقى وآخد أول اتصال. سلام عليكم. عائشة. يا عائشة السلام عليكم. انت لسه معايا ولا الخط وقع مننا؟ يا عائشة انت لسه معايا على الخط؟ طب معلش يا عائشة ارجعي اتصلي علينا تاني. فهمنا يعني ايه سبع احرف، فهمنا يعني ايه القراء السبعة، قلت لكم اسمائهم دلوقتي. احنا القراءة المشهورة جدا قراءة حفص، ماشي، برواية اسمها رواية، ماشي، رواية حفص عن عاصم. هذه الرواية مشهورة جدا في ربوع الأرض، فإحنا في مصر بنقرأ بهذه الرواية وبنعمل بها. وإذاعة القرآن الكريم يا رب يا رب يغفر لمن كان سببا في إنشاء هذه المحطة، بتقرأ القرآن بروايات كثيرة جدا الآن وبتنشر القرآن الكريم وتحافظ على القرآن الكريم. أسأل الله أن يبارك في هذه الإذاعة وفي القائمين عليها. الحاجة كوثر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاجة؟ أهلا يا حاجة تفضلي. ايه سامعك من زمان بدور عليكم مش لاقياكم ليه؟ احنا موجودين يوم الاثنين ويوم الأربع ويوم الجمعة زي ما احنا في مصر الزراعية، باستثناء يوم الخميس بقى يوم الاثنين بس. طب مباشر كم يوم النهاردة والاثنين؟ الاثنين والأربع مباشر نفس التوقيت. اللهم صل على النبي. في حاجة القنفذ بيتاكل؟ في حاجة ايه؟ في حاجة اسمها القنفذ بيتاكل؟ القنفذ بيتاكل؟ القنفذ؟ ايوة. طيب حاضر. وسؤال وهو نفس السؤال معلش، هل القنفذ ده كان من غنم سيدنا نوح؟ هل كان من غنم سيدنا نوح؟ سيدنا نوح؟ حاضر. والناس قالوا لي كده، انا ما اعرفش ولا لا، انا قلت حتالة. ماشي، ايه تاني؟ في سؤال تاني، واحدة بتاخد زكاة في رمضان، في ايه؟ هل ينفع واحدة ماشي تاخد زكاة؟ ماشي. ينفع تطلع زكاة من الزكاة اللي واخدة؟ تطلع زكاة رمضان يعني؟ من نفس الزكاة اللي هي واخداها. ماشي. شكرا حبيبي، الله يبارك لك ويديك الصحة يا رب. شكرا لك يا حاجة، شكرا لك، الله يحفظك. القنفذ هو حيوان شائك لا يؤكل، وأول مرة أسمع أنه كان من غنم سيدنا نوح، أبدا لم أسمع ولم أقرأ بهذا. هذا كلام يقوله العوام فيما أعلم، والله أعلى وأعلم. من يأخذ الزكاة؟ هل الفقير أو الفقيرة التي يعطيها الناس زكاة الفطر مثلا أو زكاة المال، هل يجوز لها أن تخرج زكاة الفطر مما جاءها من نفس الحاجة اللي نعم يجوز. وده من عظيم أخلاق الإسلام، إن الإسلام في رمضان بيعلمنا كلنا، لأنه زكاة الفطر واجبة على الغني والفقير والرجل والمرأة والصغير والكبير، كل 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 حتى الفقير. طب هيطلع منين الفقير؟ يطلع من اللي جاله. فمن كانت تأخذ الزكاة من الناس في رمضان تجمع عندها
ما هي الزكاة واجب على مين؟ على من يملك قوت يومه، زكاة الفطر. فهي تجمع عندها قوت يومها، وكمان يوم وكمان يوم وكمان يوم، بقت ما شاء الله يعني بقى في عندها كتير جدا، فتخرج مما جاءها، فهذا لا حرج فيه ولا مشكلة فيه، بل يجب عليها أن تخرج مما في يدها حتى تخرج زكاة مالها. يا بسنت، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اللي كلمت حضرتك المرة اللي فاتت وقلت لي موضوع حماتي كده وقدمها عباية، فاكرني؟ أيوه فاكر. أنا امبارح جبت لها عباية كويسة شيك خروج كده، يعني على قد يعني إيه، يعني على قد ما أنا بتلبسهم زيهم كده. نزلت بقول لها ماما فضلي يا ماما جايبة لك حاجة بسيطة، عشان يعني إيه بمناسبة إيه، بقول لها من غير مناسبة عجبتني ولقيتك وهتبقى حلوة عليكي وهتبقى شكلها حلو، كانت قدام بنتها، راحت قالت لي لا خديها انا مش عايزه حاجه منك، ابقى اكفي نفسي. بس خدتها كده صعبت عليا نفسي، وكنت طالعه يعني معيطه، لقيتها بتقول لي، نزلت عليا بتقول لي انت فاكره الدموع ديت هقول لك ان انت كده هتبقي كويسه، ولا العبايه دي تخليني ابقى كويسه؟ قلت لها لا والله انا مش بجيب في حاجه ولا في اي حاجه، ده انا بس يعني بحب بس يعني اسمها حلوه هتبقى حلوه عليكي وانت هتحليها اكتر، عشان كده جبتها. ما بتكلمنيش برضو، وهي نفس المعامله. وعايزه اقول لحضرتك على حاجه، هي كان موضوع الخلفه، هي عارفه ان اللي كانت معانا في الدكتور لما قال ان ابنها هو اللي كان تعبان، يعني هي عارفه حاجه زي كده، مش يعني لسه مش هقول لها ولا هي بتسالني، بس هي برضو لازم كل شويه برضو تسالني وتقول لي اصل انت لو مش جبتي حته عيل لازم هزوده عليكم على فرشك. حول قوة الله. عارفه والله عامل ايه خالص والله. طيب حاضر، انا هرد عليك دلوقتي. شكرا لك يا بسنت. دي المشكله من اخطر المشاكل ومن اقوى المشاكل اللي احنا بنصادفها، ان يكون في حد قدامي بهذه العقليه وبهذا التصرف. برضو هقول انه في حلول تانية هسلكها في الباب ده. ابعتي العبايه مع زوجك وخليها توسط بينك وبين مامته في الاصلاح. انت عملت اللي عليك وزياده. هي لو اصرت على هذا وفضلت بقى على الباب ده على الهوا، هو وانا مسؤول عن كلامي، خدي جنب عنها. لو اصرت وخلاص مفيش، حاول معاها مره اتنين تلاته كل فتره، مرضتش خلاص هي حر تختار لنفسها ما تريد، انت ما عليكيش اي وزر ومفيش اي حاجه خالص. يا دعاء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله. لو سمحت، انا والدي متوفي. والدي متوفي من حوالي 8 شهور. وعايزه اعرف يعني، على طول انا بستغفر له يعني وكده، وبصلي على النبي 1000 مره في اليوم، وبقول الباقيات الصالحات 1000 مره برضه في اليوم، وبوهبها لروحه، هل ينفع؟ حاضر، بس يعني يا ريت تقول الاجابه دلوقتي عشان انا مش عندي تلفزيون. يعني انت سامعاني دلوقتي؟ اه. طيب، هو استغفارك لوالدك بيصله. اه. ثواب قراءة القرآن لوالدك بيصله. أي. الصدقة الجارية عن والدك بتصل إليه. اه. العمرة ثوابها بيصل إليه. الحج ثوابه بيصل إليه. استغفارك أنت لك. اه. لو كان والدك مات وعليه صيام وأنت صمتي، الثواب بيروح له. لكن الصلاة ما تنفعش. ماشي؟ ليه؟ لأن أنا عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أنت أحسن حاجة بتوصل لوالدك استغفارك له، لأنه هو بيرفع في درجته وفي مكانته، فيقول للملائكة بما رفعت هذه الدرجة، فالملائكة ترد عليه وتقول له باستغفار ولدك لك. يعني ما ينفعش يعني أصلي على النبي 1000 مرة وأرد للتوقف؟ الصلاة على النبي لك أنت. ماشي. ماشي، الاستغفار ينفع لوالدك. ماشي. طب وفي سؤال ثاني معلش. نعم. عايزة أعرف ليه سيدنا خالد بن الوليد أدى فريضة الحج في السر؟ نعم. سيدنا خالد بن الوليد ليه أدى فريضة الحج في السر؟ أداها في السر؟ آه،
يعني انا اسمع ان سيدنا خالد بن الوليد ادى فريضه الحج في السر. يعني ايه اداها في السر؟ يعني لما حج اعتمر بيت الله الحرام في السر. امال هيقف يهلل يقول للناس؟ ما انا سمعت المعلومه دي فانا طيب. يعني لا هذه ليست معلومه صحيحه. شكرا لك. شكرا. مش كل معلومة إحنا بنسمعها عن الدين أو عن أسيادنا الصحابة بتكون صحيحة. أدي معلومتين في حلقة بتوع النهاردة أنا أول مرة أسمع منهم، معلومة الأنفذ ومعلومة إن سيدنا خالد أدى فريضة الحج في السر. يعني أدى في السر إزاي يعني؟ ده بالعكس، ده الحج بالذات اللي ما فيهوش سر يعني، الناس كلها شايفة. يعني مثلا في السر هنقول بيصلي في السر، العمرة هنقول العمرة في السر، ماشي العمرة في أي وقت في السنة، لكن الحج ما ينفعش. ليه؟ لأنه كل الناس ماشيين مع بعض في نفس المكان في نفس الوقت في نفس اللحظة بيعملوا نفس الحاجة، فما فيش فيه سر يعني. معانا دعاء تانية. السلام عليكم يا دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك حضرتك يا شيخ أحمد؟ الحمد لله. معلش أنا عندي سؤالين. انا دلوقتي جوزي يعني متخاصم هو واخوه بسبب يعني بسبب ان مراته هجمت عليا وقعدت تضربني، وهو يعني زي ان هو اللي يعني هو كان واقف وما يعني ما قالش كده غلط او كده عيب. فانا عايز اعرف ايه دلوقتي، عمال اقول له ما ينفعش كده ان انت لازم تكلم اخوك وهو مش راضي. فانا عليا ذنب يعني ان هم متخاصمين بعض هم الاثنين؟ طيب ايه تاني؟ السؤال الثاني، يا اختي برضه كانت موجوده في نفس الخناقه والناس كلها يعني غلطت مرات اخوه وغلطت اخوه، بس هي ما قالتش كلمه حق. فهو زعل منها برضه ان هي برضه ما قالتش كلمه حق، وما قال يعني ما قالتش مين اللي غلطان ومش مين اللي غلطان. فقال لي حلف عليها بالطلاق، قال لي لو ما ترميش عليها سلام ربنا ما ترموش. فانا بشوفها يعني قاعده هي وناس تبقى سلام، بس انا من جهتي ان انا برميها على المعلمه الثانيه. قال لك يا دعاء، قال لك ايه؟ قال لي عليها السلام بالثلاثة، لو رميت السلام على أختي تبقى طالق. لو رميت السلام ماشي. فأنا دلوقتي ولا قاعدة مثلا مع ناس غصب عني برمي السلام، بس مش نيتي إن أنا برميها عليها، برميها على الناس الثانية، فهل ده حلسان وشامل؟ طيب هات السؤال اللي بعد كده. بس أنا عايز أعرف حضرتك يعني، أنا عايز أعرف بس وجاوبني حضرتك بعد إذنك يعني. اسمعي الإجابة. شكرا لك. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. إحنا قبل كده حذرنا وقلنا نحذر المشاكل اللي بتحصل، نحذر هذه المشاكل. أدي نموذج أهو. أول حاجة يا دعاء بوصيك بيها هي إنك تصلحي ما أفسده الشيطان بينك وبين بيسموها سلفتك، صح؟ صح يا مريم؟ بيسموها سلفتها لأن هي مرات أخو زوجها، فهي سلفتك، صلحي اللي حصل بينك وبينها. وبعدين دخلت كمان أخت زوجك في السكة فأصبح في عداء بينك وبينها، فزوجك حلف بالطلاق. أولا أنت ما فيش وزر على القطيعة اللي بين الرجلين، مع أنك أنت والزوجة الثانية أنتوا الاثنين سبب فيها، لأنه أنا واجب أن أنا أكون على قدر المسؤولية أنا وأخويا، وما نعملش مشاكل مع بعض بسبب زوجتي وزوجته. دي لازم تكون هي القاعدة الأساسية، ولازم الأخين يتصالحا مع بعض عشان انتوا الاثنين تبطلوا مشاكل وتنتهي هذه المشاكل. هجاوب بس عشان ما طولش على إسراء. يا إسراء السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا إسراء. احنا عايزين نعرف ولا سمعت ولا كلمة. عيدي تاني. ها؟ ازاي نعرف قدامنا خبيث؟ ايه؟ ما سمعتش. ازاي اعرف ايه؟ ازاي نعرف ان الانسان اللي قدامنا خبيث؟ ازاي اعرف ان الانسان اللي قدامي خبيث؟ حاضر. سؤال صعب قوي. ماشي، حاجة تاني؟ شكرا يا إسراء. موضوع إن زوجك قال عليها الطلاق بالثلاثة، ما ترمي عليها السلام، ولو رميت عليها السلام تبقي طالق، ده يمين معلق. ده يمين إيه؟
معلق. لازم ترجعي لجوزك وتقولي له يا ابن الناس انت كنت ناوي طلاق ولا كنت بتقول كده عشان انا ما اكلمش اختك وما ارميش حتى عليها السلام؟ لو قال لك انا كنت ناوي الطلاق، لو انت فعلا رميتي عليها السلام هيقع يمين الطلاق. ولو قال لك لا انا كنت بهددك عشان ما تكلميهاش وعشان اقفل باب الكلام بينك وبينها، يبقى ده مش يمين، ويكتفي زوجك بانه يطعم 10 مساكين يا اما يصوم 3 ايام، يعمل واحدة في الاثنين. بس عشان نعرف الحل لازم نكلمه نقول له انت كانت نيتك ايه؟ هل كانت نيتك طلاق ولا كانت نيتك تهديد؟ هو اللي لازم يقول انا كانت نيتي تهديد، وانا على ثقة ان هو كانت نيته تهديد مش طلاق. بس لازم تسأليه، ما تاخديش بكلامي فيها، لازم تسأليه وتقولي له كانت نيتك ايه؟ هل كانت نيتك تهديد ولا كانت نيتك طلاق؟ ازاي اعرف الشخص اللي قدامي خبيث؟ سؤالك صعب والله يا اسراء فعلا. اعرف ازاي يعني؟ بص يا ستي، اول حاجه خالص انك انت لازم تخلصي لله عز وجل، لانه دي بتبقى بصيره، والبصيره دي بتبقى من الله عز وجل. تقوا فراسه المؤمن زي سيدنا عمر ما قال فانه يرى بنور الله، ماشي؟ فالفريسه دي او الفراسه دي بتبقى عند اهل الصلاح والتقوى. وبعدين سيدنا علي قال انه اي حد يكلمني لازم يبان الحقد اللي جواه او الحب اللي جواه يا اما على صفحات وجهه أو فلتات لسانه. عينه بتقول إيه؟ وشه بيقول إيه؟ لسانه كلامه بيقول إيه؟ أصلح حالنا وحالكم. يا رمضان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ مرحبا يا سيدي. مرحبا بك يا شيخ، أنا أول مرة صراحة أتواصل مع حضرتك يعني. أول مرة تتواصل؟ إن شاء الله. شرف لنا، بس وطي التلفزيون. اتفضل. هو دلوقتي كان في مشكله حصلت معايا ومع والدتي، يعني كان في حد قال لي حاجه ان والدتك قالت حاجه يعني عليا، ماشي؟ وبعدين طبعا عادي خلاص الموضوع انتهى وبعد انا واخواته ومفيش حاجه، فرحت ثاني مره على اشوفها، فدخلت مثلا على في الاوضه ما ردتش عليا ولا اتكلمت معايا خالص، وبتحايل برضه في ان انا مثلا صراحة بقالي بتاع 2 أو 3 شهور ما رجعتش تاني للموضوع، يعني أو ما رجعتلهاش تاني، واتصل على التليفون بيها ما بتردش عليا كتير، ويعني معنى صح يا مقطعان ومحرماني إن أنا أخش البيت يعني. يعني في حد قال لي مثلا، خالتي قالت لي ما تروحش عند والدتك إلا لما تشوف المشكلة دي وتحلها وتقول لها مين اللي قال إن أنا مثلا إن مامتك هي اللي قالت الكلام ده. أنت بتقول وأنا مش عايز أعمل مشكلة برضه، يعني حد برضه عزيز عليا اللي قايل الكلام ده. عندك كم سنه رمضان؟ يعني 33 سنه. كم؟ 33. ماشي، انت متجوز؟ متجوز ومعايا 3 اولاد بنت وولدين. متعلم؟ ان شاء الله. متعلم؟ متعلم. تعليم عالي ولا متوسط؟ متوسط. ها؟ طيب شكرا رمضان، اسمع الإجابة. أصعب حاجة إنه أنا حد ينقل لي كلام أو كان عزيز أو غير عزيز عن أمي وأبويا. الله يقول يا رمضان وصاحبهما في الدنيا معروف. البرنامج يخلص من غير ولا كلمة. واجب عليك تعمل الآتي، تروح مش تبوس رجليها، لا، تبوس الحذاء اللي بتلبسه، وانسى الكلام ده خالص، انسى الكلام اللي وصلك. وما كان ينبغي عليك انك تعمل مشكلة مع امك في حد بلغك اي كلام، ما كنتش تحط الكلام ده في دماغك ولا لحظة، ولا تسمح للشيطان ان يغير بينك وبين امك. السؤال يا رمضان، نفترض ان امك لا قدر الله ربنا يبارك في عمرها انت حرمت منها وماتت وهي غضبانة وزعلانة، انا بتكلمش هي صاحبة حق ولا صاحبة باطل، انا بتكلم عليك انت، انه الآية القرآنية بتقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، روح استرضيها مرة واثنين وعشرة، وعلى قدر زعلها منك على قدر ما هي كانت متعشمة ان انت ما تزعلهاش. خلي بالك من الحتة دي،
تروح تبوس الحذاء اللي تلبسه، حطها على راسك تسترضيها وتبين لها وجهة نظرك، بس مش دلوقتي، استرضيها دلوقتي، طيب بخاطرها دلوقتي، لما ترضى بعدها بفترة كده بين لها انت زعلت ليه، واخد بالك؟ لعل هي تكون فاهمة غلط، او الكلام اللي وصلك له معنى تاني غير اللي وصلك. ولا تسمح للشيطان يا عم رمضان انه يغير قلبك من ناحية امك. احق الناس بحسن صحبتك وتعاملك الطيب امك، ثم امك، ثم امك، ثم ابوك. اعمل ده كويس قوي. امك دي عم رمضان هي اللي ربطني وانا صغير، ماشي؟ كنت بتعمل بيبي على نفسك رمضان، ماشي؟ وكانت هي اللي بتغسل لك وبتغير لك وبتقف تسهر عليك، يا ما تعبت وانت صغير، سخونية وبرد ولوز ومعرفش وقرف، وكانت تفضل طول الليل صحي. مش لما اكبر كده يا عم رمضان، لا يا عم رمضان ما يصحش، حتى لو هي ظلماني، حتى لو هي ظلماني استرضيها. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ماشي؟ المصاحبة بالمعروف يا عم رمضان إنك تسترضيها وتشوف هي زعلانة ليه وتطيب بخاطرها. جبر الخواطر عبادة من أرقى وأعلى وأجمل وأفضل العبادات، ودي مش حد غريب عنك، ده أمك. علشان كده أنا بقول لك لازم تروح تصالحها دلوقتي حالا. عفى الله عنا وعنكم، غفر الله لنا ولكم. أشوفكم في الحلقات اللي جايه ان شاء الله، ونستكمل تفسير سورة البقرة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.